الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد بالنسبة للأسئلة المقدمة هنا يقول السائل ما حكم الجري عند إقامة الصلاة؟ الجري عند إقامة الصلاة أخواننا ما بجوز لما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. يعني الإنسان لما يسمع إقامة الصلاة يمشي للصلاة بسكينة وبوقار. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني الشيء اللي أدركتم على الإمام خلاص، اللي فاتك تتم صلاتك إتماما. الشيخ ابن عثيمين يقول ولا بأس بالسرعة الخفيفة ما لم تكن مخلة. يعني الإنسان لو كان ممكن يدرك الركعة مع الإمام بسرعة خفيفة، مش جري وهرولة وكده، لكن سرعة خفيفة تدرك الركعة مع الإمام، قال لا بأس بها. يقول الصلاة بين الخطبتين في يوم الجمعة. في ناس طبعا دي حاجة هنا عند السودانيين، تلقى الواحد خش الجامع لقى الإمام بيخطب بيمشي بيقعد بين الركعتين أو بين الخطبتين. الإمام لما يجلس يقوم يصلي ركعتين في تحية المسجد، وده غلط، لأنه تحية المسجد قبل الجلوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي قتادة قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب انت بعد ما قعدت قايم تاني ليه؟ دي تحية المسجد وانت قعدت. تحية المسجد اذا جلست سقطت، وهي على الصحيح سنة، هي سنة على الصحيح. فانت اذا جلست سقطت تحية المسجد، تاني ما تقوم ليها بين الخطبتين بتصلي. المهم انك تصلي في الاول، اول ما دخلت لو الامام بيخطب أو ما بيخطب، دخلت المسجد صلي ركعتين بعد ذاك اجلس. السائل بيقول الصوفية عندهم ذكر اسم هو، هل هذا ذكر واسم حي؟ هل هذا ذكر؟ ده لعب، ما ذكر، ما في ذكر كده. وده طبعا جابوا اليوم الغزالي زي ما ذكروا في كتاب إحياء علوم الدين، قسم الناس لثلاثة، قال في ذكر، شوف 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 الكلام ده كيف، قال الذكر ثلاثة، ذكر بتاع عامة ساي ديل زي وزيك ديل اسمون عامة، أها، وذكر الخاصة، خاصة ديل فقرة بتاع صوفية، ده بكون ماسك له سبحة غليدة بكون قاعد بيك شغال سرتي حرتي، ما هو الفجل ما هو ده اسمه خاصة عندهم. ذكر خاصة الخاصة ديل أولياء كبار، ديل ناس بتكة كبار أولياء بتاعين صوفية، ديل اسمهم خاصة الخاصة. قال أما ذكر العامة ساي قال يقولوا لا إله إلا الله، أها، وذكر الخاصة قال يقولوا الله، الاسم المفرد الله الله، تلقاهم شغالين الله الله بيرقصوا. اما قال خاصة الخاصة يقولوا الضمير بس، الاسم ذاته ما في ضمير، فقط يقولوا هو. الكلام ده باطل لانه ما عنده دليل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من الخاصة ولا من خاصة الخاصة ولا من العامة؟ من ياتم. وموسى عليه السلام من ياتم، من الخاصة بتاعنا الصوفية ولا من العامة ساي؟ من ياتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل، حديث في الترمذي، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الصوفية طلعوا شغل بتاع الجماعة العامة ساي،
ودي النبي قال لك أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. بعدين موسى عليه السلام سأل ربنا قال علمني، يا الله علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. شوف الكلام ده كيف الصوفية طلعوا لك هسه لا إله إلا الله دي بتاعت العامة. يعني موسى عليه السلام لازم قول الصوفية إنه ده من العامة ما من الخاصة ذاتهم. في الصوفية أكبر من موسى عليه السلام، ها، وأعظم من موسى. طلعوا موسى من العامة. خد بالك لما ربنا قال له قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، الناس كلها بتقول لا إله إلا الله من المسلمين يعني. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع سماوات والأرضين السبع في كفة، كفة بتاعت الميزان بكسر الكاف بتاعت الميزان، قال ولا إله إلا الله في كفة الثانية قال مالت بهن لا إله إلا الله. يعني أعظم من السماوات السبع وأعظم من الأرضين السبع كلمة لا إله إلا الله. الصوفية ستطلعوا لك كلمة لا إله إلا الله من ذكر العامة، ساي ده ذكر بتاع العامة من الناس. شوف ده كله من الدجل بتاع الصوفية، دجل ذكر ده معروف. شوف ذكر في السنة ما في، ما تضيع زمنك معه. أنا بكلمك النصيحة، أنت ذكر لقيته في السنة ما في، أو تضيع زمنك تلقى واحد ماسك له سبحة شايلة في مخلاية، مخلايتين، مخلاية باليمين ومخلاية بالشمال، وقاعد شغال بفرق فيها. يا دايم يا دايم الليل كله أنت بتتعب زمنك، بتضيع زمنك ساي. أنت في بدعة، بدعة دي بتكويك في جهنم بعدين، ما عندها علاقة مع القرآن ولا مع السنة. يا أخي أفرض أفرض أقول لك حاجة، دي أفرض قول ما في أجر أها وما في ذنب بالنسبة لك أنت، أفرض ذنب بالنسبة لك ما في، أنت اللي قال لك في أجر منو؟ مش هسه بتقول يا دايم يا دايم يا دايم دي بكم حسنة مع الدليل؟ بتحددها أنت الحسنة دي ولا بحددها لك الشيخ؟ لا انت ولا الشيخ. كونك تقول الشيء ده بكذا حسنه، التعارف دي الا في السنه ولا القران. من جاب الحسنه فله عشر امثالها، ده الا قران ولا سنه. لكن طبعا الصوفيه براهم كده، الواحد تلقاه كاتب في الكتاب بتاع الطريقه يقول لك عندنا الذكر، الذكر بتاعنا تقول يا دايم 6340 مره في الصباح، 22 مره في المساء، وشنو حبوب فيه؟ فهمت؟ يخدها لك براو زيرو ستة. تقول مشيت لك يا دكتور بتاع نساء وتوليد كده وتاخذ دي في المساخ وانت على كيفك، والدين ده حقكم انتوا نزلتوه انتوا يا صوفية، الاسلام ده حقكم عشان تغرر براك. دي تقولها في المساء ودي تقولها في الصباح، وبعدين تقول تغمد عين واحدة ترفع كراعك وترمش. يا زول انا ده دين هسه في دين كده؟ يا اخي الذكر في السنه سهل، ولا دار للتعب ده كله، ولا سبحه ولا لا لوبه فهمت، ولا سهر كثير، لا لا. قول سبحان الله وبحمدي، مش خفيفه، سبحان الله وبحمدي بس، تغرس لك نخله في الجنه. دي قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقعد تضيع زمنك مع يا دايم يا دايم. ها بيه كم يا دايم دي؟ فيها كم حسنه؟ انت مسكين ما في اي، دي فيها ذنوب والله. تقوم يوم القيامة تلقى ذنوب كلها، كلها ذنوب في رقبتك، لكن غشاك شيخ صوفي شان في النهاية يدق فيك مقلب ويدخلك في الطريقة وتمشي تجيب له العتوت. العتوت بتسلمه للشيخ فهمت، والذهب بتاع المرة تديه للشيخ، وكمان ممكن تبقى خايب أول ما تعرس تجيب المرة للشيخ في شيلتك بعد ذاك. مسكين ده كله من الضياع اللي صنعوا الفكر الصوفي، الفكر الصوفي صنع الضياع ده كله في البلد دي. والبيعلم الناس منو يا اخي؟ انت عارف اخواننا مشوا هسه شيخ شهاب ومزمل ده كانوا جايين من كسنة، دعتنا قناة وبحقنا كمان ما ساي، يعني مشوا لبرنامج هناك في قناة بتاع اسمها كسنة، ابى اعرف اسمها كسنة شنو، ميم كسنة. في القناة دي هناك دعونا بحقنا، اشترينا الساعة ب3 مليون عشان نمشي نتكلم هناك، ومن هنا قلنا لهم البرنامج عن التصوف
والمذيع ذاته اللي بيقدم البرنامج ده ولد نحسبه ممتاز جدا، اسمه حامد، ولد ممتاز كان بيشتغل برامج حوارات مع فنانين وساقطين وعواليق، قال دار اكفر عن ذنوبي دي، دار اشتغل في الصوفيه ديل بس. ده كلامه قالوا لنا. فتح البرنامج هناك واخواننا ديل مشوا في مرقوا له كسل هناك وخلاص وقعوا معاهم ودارين يعملوا البرنامج بتاعهم. اول ما جو لما فينا المدير بتاع القناه ما ده بكون حامل لفكر بتاع اخوان مسلمين، اصل النوع ده ما بقدم دين، حامل لفكر الاخوان المسلمين الفكر الخبيث. قام قال لهم بعد ما خلاص داربدوا البرنامج، احنا كانت دون الحلقات دي اللي اشتريناها منهم بحقنا، فهمت؟ 7 ولا 10 حلقات دي كان من الجنبيه الواطه دي كلها، فهمت كلامي؟ قام قال لهم لا انا دايركم تشتغلوا وكلام فوق فوق وما تذكروا لي المسائل الخلافيه وما تتكلموا في الجماعه دي. ها بدينا للولوه وما اتكلم في قال اعملوا برنامج في الصلاه، يعني هسه انا امرق من هني لحد ما احصل كسله عشان اعمل لك برنامج بس في الصلاه؟ الصلاه دي ما بعرفوها ناس كسله ولا ما بعرفوها؟ انا ما ارق من هني لهناك عشان انجم الصوفيه ديل، لانه هنا ما لقيت لي قناه تفتح لي مايك عشان انا اتكلم من خلاله في الصوفيه. الصلاه دي في اي جامع انت عارف ممكن الصلاه دي من هنا امشي اعمل لك محاضره في الصلاه في البيت الابيض، ممكن تعمل بزالوك؟ امس خش الكنيسه هسه اقول لهم دار اوريكم صلاتنا كيف، يقول لك طيب تفضل يا اخي تفضل، ما عندك في اي جامع الان امشي جامع بتاع تجانيه اقول لهم دار اتكلم في الصلاه، يقول لك يا سلام احنا كايسين لك يا اخي تزيك من اقعد اتكلم في الصلاه، ما في ذول عنده مشكله في الكلام في الصلاه، لكن احنا بنمرق ليه كسله وليه مروابه وزالنجي عشان نتكلم في التصوف ده، لانه ده المرض بتاع البلد دي، والبلد ما بتتعالج الا بالكلام في المنكر، ما بتتعالج. انت عارف بتاع القناه قال لهم يا اخي انتوا ليه انتوا بتهاجموا كده؟ لا لا قال لنا بجوني انصار السنه هنا، قال قاعد يجوني ناس احمد طاهر ذاك ولا منو ولا مين صادق ومنو، قال ديل بجوني بيشتغلوا والصوفيه بجوني بيشتغلوا، وقال منسجمين تماما ما في اي مشكله. ديل ما باعوا القضيه، انت ما عارف الحاصل؟ ديل باعوا زمان بدري، باعوا القضية عشان كده بينسجموا مع الصوفية، بينسجموا مع حنان بلبلو، كلهم بينسجموا معهم، ما عندهم مشكلة، يخش الصوفي يمرق انصار السنة، يخش حزب التحرير يمرق مجكو، كلهم ممكن يتلموا لك في محلة واحدة، لأنهم كلهم تحت دائرة الجماعة الأم جماعة الإخوان المسلمين، كلهم صوفي على انصار سنة، على حزب التحرير، فهمت؟ على جماعة عبد الحي يوسف، على جماعة محمد الأمين إسماعيل، كلهم بلمهم فكر واحد، كتبوا حسن البنا زمان، فلنعمل جميعا فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كلهم بيعملوا تحت هذه القاعدة، جميعا، ولو في أنصار سنة غلط تجيبوا لنا هنا، قول له تعال يوم الخميس ولا يوم الأحد عشان نوريك الحاصل، أنت بتلعب علينا؟ الآن المنهج السلفي مستضعف، مع إنه النصر من عند الله تبارك وتعالى. والله بينصر المنهج ده، شوف الدعوة دي الله بينصرها، تكفل الغناء ما تدينا فرصة، تكفل الجامعة ما تفتح لنا المايك، كل ده ما بحلك، ودعوتنا احنا ماشية بفضل الله، يعني ما محتاجين لقناة كسلة ولا قناة مروابة، ما محتاجين لها، بفضل الله عز وجل، شفت محاضراتنا دي تترفع في النت، بيحضروا بتاع كسلة وبتاع دنقلة وبتاع هناك بوركينا فاسو، كلهم بيحضروا، والله مرة واحد دق علي نحن عندنا صلاة المغرب هنا، قال لي الآن نحن الساعة عندنا 2 بالليل، ده في آخر الوطن، قال لي والله أنا بيني وبينكم 30 ساعة. أنا الآن قال لي بحضر في الحلقات بتاعتكم، دي دار لا كسل هسه؟ الحمد لله هذه الحلقات ماشية والبرامج ماشية، تفتح يا بتاع كسل ولا تقفل عينك، نحن ما عندنا معك شغلة. بفضل الله عز وجل، دعوة ماشية، توحيد ماشي. والله نحن نايمين في بيتنا والناس بيحضروا في الحلقات دي وبيتعلموا في التوحيد، وتموت كمد يا اخو يا مسلم، تموت كمد من هذه الدعوة بفضل الله ربنا ممشيها. فهمت كلامي ده؟ عشان ما يجي واحد يعمل لك لخبطة ساي وانه وهذه القنوات قنوات بتاع شنو؟ طيب ده بيسأل قال هل يجوز ان اصلي مع امام لابس حجابات وما هي الأدلة الواضحة؟ لابس حجابات تصلي معاه ليه؟
الصلاة دي شرطها قبالة طهارة وستر العورة واستقبال القبلة. قبل ده كله الصلاة شرطها التوحيد قبل ده كله، لأنه ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا ربنا نادى بالصلاة النداء للمؤمنين. انت مشرك الناداك تصلي منه؟ مشرك كان قام كده تحسونا يا بتكة منو قال لك صلي؟ الله قال لك صلي؟ الله قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما في مشرك والصلاة ما مقبولة منه، كان صلى ذاته، صلى لمن جبهته زلطت، فهمتك؟ ما مقبول منه ولا ركعة واحدة، ما بتقبل منه أبدا. عشان كده إنسان يحمل هذه العقيدة تحت الصوفية، الصلاة بس حجبات، ما حجبات صوفية، حجبات كلها شرك وشعوذة ودجل، ده ما صلي وراه. أما هل الصلاة دي بتاعته هو ذاته بحجابه ده باطلة خلفه ولا ما باطلة؟ العلماء عندهم فيها قولين علمانا، الشيخ ابن باز والشيخ مقبل عليهما رحمة الله يقولوا الصلاة دي باطلة ما بتجوز، لو صليت وراه تعيد صلاتك. الشيخ ربيع يفصل يقول لو أقيمت عليه الحجة باطلة الصلاة، لو ما أقيمت عليه الحجة لو صليت أنت ما تعلم أن الحجة قائمة عليه فده قال ما تعيد صلاتك، لكن مبدأ أنت ما تصلي خلف إنسان يحمل هذه العقيدة. على أي حال نحن حلقاتنا دي أعلم هذه المعلومة هي حرب ضد التصوف. في ناس بيلفوا وبيدوروا من اللي عاملين فيها سلفيين، بيلفوا وبيدوروا وما عاجبهم شغلنا ده. شوف الدعوة دي احنا مبناها عندنا على أدلة وماسكنا على علم، ما ساي نفع معاك شغلنا ده الحمد لله، ما نفع معاك أكسب زمنك، نحن ما فاضل لك. عشان تجي كل مرة تقول لنا لا ما بالطريقة دي وخففوها شوية، أنا بتاع عصير ببيع عصير أنا أخفف وفيك أنت ما بتفهم. الدعوة دي ما معروفة، في منكر تنكره، تقول لي أسلوبك حار، أسلوبي الحار خليه، أنت أسلوبك سمح أسلوبك جميل أنت، تعال هنا أنكر المنكر ده، أنكر معانا المنكر بتاع الصوفية ده بأسلوب جميل، جيب لهم باسطة، فرش لهم في الواطة ورد، فهمت؟ أدي واحد شاي بالنعناع، في النهاية أقول للصوفية دي باطلة بالنهاية. وانت عارف الزول حامل العقيدة الباطلة ده لو جبت له شاي ولا فول بالجبنة ولا اي حاجة، في النهاية مش بتقول له ابوك الشيخ ما نافع، في النهاية بتجيك على راسك وفوت، والله لو عملت له اي شيء كله ما بينفع معه، لانه في النهاية دارك تأيده في ابو الشيخ ده، بس ايدته فيه بيكون مبسوط منك، ما ايدته فيه برضه ما بتنفع معه ولو عملت اي حاجة. على اي حال نلتقي ان شاء الله يوم الخميس، هذا بالله التوفيق.